عقد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه ومعالي السيد عبد الله شاهد وزير خارجيه جمهوريه المالديف مؤتمرا صحفيا وذلك بمناسبه زياره الرسميه التي يقوم بها فخامه الرئيس ابراهيم محمد صالح رئيس جمهوريه المالديف الصديقه الى مملكه البحرين وقد ادلى سعاده وزير الخارجيه ببيان صحفي اشار فيه الى ان جلسه المباحثات الرسميه التي عقدها صاحب الجلاله عاهل البلاد المعظم حفظه الله مع فخامه رئيس جمهوريه المالديف عبر عما يربط البلدين من علاقات وثيقه ومتميزه مشيرا الى ان اجتماع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع فخامه رئيس جمهوريه المالديف تناول مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقال سعادته: إن المباحثات ركزت على مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، حيث أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لما من شانه تحقيق الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين واضاف سعاده وزير الخارجيه ان المباحثات بين الجانبين تناولت فرص توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات المنفعه المتبادله وقد تم الاتفاق على اهميه التعاون المشترك في مواجهه التحديات الناشئه عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على البيئه والاقتصاد والاستقرار. والاتفاق كذلك على تعزيز التنسيق حول هذه القضايا لتعزيز الجهود المشتركه وصياغه السياسات المطلوبه لمواجهه هذه التحديات. تم عقد جلسه مباحثات رسميه. بين الجانبين عبرت عما يربط البلدين من علاقات وثيقه ومتميزه كما اجتمع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم امس مع فخامه الرئيس وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ركزت المباحثات الثنائيه على مسار علاقات الصداقه الوثيقه التي تربط بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به الى مستويات اشمل خدمه للمصالح المتبادله حيث اكد الجانبان على الرغبه المشتركه في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لما من شانه تحقيق الخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين كما تناولت المباحثات فرص توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات المنفعه المتبادله وقد تم الاتفاق على اهميه التعاون المشترك في مواجهه التحديات الناشئه عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على البيئه والاقتصاد والاستقرار والاتفاق كذلك على تعزيز التنسيق حول هذه القضايا لتعزيز الجهود المشتركه وصياغه السياسات المطلوبه لمواجهه هذه التحديات